احكي لكم حكايه. في نادي في الامارات اسمه نادي رويال. النادي ده اسس حديثا، بيلعب في دوري الدرجه الثالثه تمهيدا لصعوده للدوري الدرجه الاولى، يعني يمشي طريقه لحد ما يوصل للدوري الممتاز في الامارات. صعد هذا الموسم فعليا لدوري الدرجة الثانية متصدرا دوري الدرجة الثالثة في الإمارات. الميزة في النادي ده، أو إحنا شفنا النادي ده، أو عينينا راحت للنادي ده لما اكتشفنا إن رئيس هذا النادي هو رجل مصري شاطر، اسم ممكن جديد على الأوساط الرياضية المصرية، ولكن لفت نظرنا، لفت نظرنا الأستاذ محمد بغدادي رئيس نادي رويال الإماراتي، معانا الآن عبر زوم. نهنيه بصعود نادي رويال الإماراتي إلى دوري الدرجة الثانية، وأيضا نعرف منه أكتر عن هذا المشروع. إزاي نادي رويال؟ إيه نادي رويال؟ طموحاته إيه؟ إزاي هو كمان موجود رئيسا لهذا النادي؟ يا فندم مساء الخير، مشرف ومنور برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري. مساء الخير يا كريم عليك وعلى كل مشاهدينك، وانا مبسوط جدا ان انا طبعا موجود معاك، وان شاء الله تبقى مداخله متميزه باذن الله. بهنيك بدايه الصعود لدوري الدرجه الثانيه، بس قبل ما نتحدث عن مشواركم في دوري الدرجه الثالثه الى الوصول الى دوري الدرجه الثانيه في الامارات، لو عايزين نعرف ايه هو نادي رويال الاماراتي. الحقيقه الاتحاد الاماراتي لكره القدم أنشأ دوري الدرجة الثالثة ودوري الدرجة الثانية في محاولة منه لتوسيع القاعدة يعني، وزيادة عدد اللاعبين والمدربين والأجهزة المساعدة، ورشح بعض الملفات يعني. الحمد لله كنا احنا أحد الملفات اللي تم ترشيحها وتم الموافقة علينا إن احنا نبقى نادي رسمي تابع للفيفا. عندنا حاجة اسمها فيفا كلوب أي دي، نادي زي أي نادي في العالم نقدر نمارس كرة القدم، وشاركنا في دوري الدرجه الثالثه اللي بينظمه اتحاد الامارات لكره القدم. تم انشاء النادي من حوالي 14 شهر. كانت الموسم الاول بالنسبه لنا كان موسم صغير، لان عقبال ما خدنا ابروفل من اتحاد الكره الاماراتي ان احنا ننشئ نادي فكان الوقت ضيق والسيزون كان صغير، لكن قدرنا ان احنا نشتغل من الموسم اللي فات للموسم ده ان احنا خططنا وحطينا رؤيه ان احنا عايزين نادي رويال يكون موجود في دوري الكبار بعد 5 سنين. طبعا اما بيبقى عندنا فيجن زي كده بنحط شورت تيرم بلان لونج تيرم بلان نبدا نشتغل عليها. انا الحمد لله اشرف ان انا برئاستي لنادي رويال الاماراتي بالتعاون مع السيد محمد علي بوكسيم نجل، طبعا اسطوره التحكيم العربي كابتن علي بوكسيم، اكتر حكم عربي حكم وادار مباريات في كاس العالم عبر التاريخ حتى الان. حطينا رؤيه وابتدينا نشتغل عليها وخططنا الحمد لله كويس، ونجحنا في الهدف الاول بالنسبه لنا اللي هو الصعود مباشره من دوري الدرجه الثالثه لدوري الدرجه الثانيه متصدرين المجموعه بتاعتنا. هاي. ثم دخلنا التصفيات النهائيه وكسبنا البطوله الحمد لله. هاي ده كلام محترم جدا، بس في جزء بسيط جدا في البدايه انت ما قلتهوليش، ازاي جت الفكره اصلا؟ ايه الفكره يعني؟ ليه قاعدين امتى؟ كنتوا بتقولوا ايه؟ هنعمل نادي هننافس في الدوري الاماراتي؟ يعني الفكره، انا بحب الحاجات اللي بتيجي من بدري قوي او من الاساس. هو طبعا الاستثمار الرياضي بيبقى ليه اشكال كتير جدا. لما الاتحاد الاماراتي اطلق الفكره لانشاء دوري الدرجه الثالثه والثانيه قدم ملفات كتيره جدا يعني. احنا هنا معانا انديه يملكها ميشيل سالجادو يملك نادي، باتريك موبوما اسطوره الكاميرون يملك نادي، اديداس تملك نادي وليس سبونسر ليه تملك نادي، نادي الجزيره الاماراتي يملك نادي. ده عمل استقطاب للمدربين الكبار والاسامي الكبيره كمان ان هي تكون موجوده هنا في الامارات، لان المناخ العام بصراحه بيساعد جدا على الاستثمار الرياضي. لقينا مثلا ستيفن تيلور نجم نيوكاسل ومنتخب انجلترا هيد كوتش في احد الفرق، ابراهيم اوبا نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان برضه موجود في هيد كوتش في احد الفرق. فالموضوع بالنسبه لنا
هو عباره عن استثمار دبي فتحاه او الامارات عموما فتحاه او الاتحاد الاماراتي فتحه للعالم كله، هاي ان الاستثمار الرياضي مناخ كويس هو بيوفره ان احنا نقدر نشتغل بشكل كويس. طيب في حاجة احنا بنقولها هنا حتى في مصر دائما لما بنشوف نادي استثماري، هو بيبقى إضافة لأي مسابقة سواء بقى مصرية إماراتية سواء أي مسابقة. لما نشوف نادي بينشأ جديد ده معناه إنه احنا هنشوف فلوس تتدفق أكتر، لعيبة، استثمارات أكتر في اللاعبين ومدربين ومسابقات، كل الأمور دي شيء مرحب بيه. بس دايما بنسأل السؤال المهم، وانت بتستثمر في نادي أكيد بتفكر في الجماهير، هل نادي رويال الإمارات تتوقع له جماهير؟ هل في جماهير فعلا؟ هل في ناس، او انت راسم الخطه ازاي انه ممكن يبقى نادي رويال خلال 5 سنين اللي انت عايز تصعد فيهم لدوري الدرجه الاولى يبقى عندك جماهير؟ كل ده اكيد حاطه انت في الحسبان. أكيد طبعا أنا أطمح إن أنا يبقى عندي جماهير للنادي تسبورت للفريق في كل مبارياته ويبقى داعم قوي ليه، وإحنا زي ما إحنا شايفين دلوقتي إن الجماهير سلاح قوي جدا في المباريات، يعني بترجح كافة فرق عن فرق تانية بحجم الجماهير. ولكن إحنا هنا بنصطدم إن إحنا لازلنا في مرحلة الإنشاء، بنكون مطالبين إن إحنا نفكر بره الصندوق شوية، لأن إحنا نقدر نقول ان احنا في التطور التطوير بتاعنا الدخل بتاع الانديه دايما بيكون من السبونسر شيب، من البلايرز ترانسفير، من التيكتس بتاعت الماتشات. بس احنا برضو دايما لازم نفكر بره الصندوق. انا نادي لسه في طور الانشاء، مين هيبقى سبونسر بالنسبه لي؟ فانا لازم افكر بره الصندوق ازاي انا اجيب انكم للنادي بتاعي بشكل مختلف شويه. ولكن اجمالا انا طبعا اتمنى ان على اللونج تيرم يبقى عندي جماهير، وده طبعا لا الانتماء معلش ما بيتولدش. معلش استاذ محمد، انا عندي هنا، انا عندي محتاجه شويه وقت شويه. انا عندي هنا كثير من الفضول. لو احنا تحدثنا انه مفيش سبونسرز، مفيش رعاه، وبالتأكيد مفيش تيكتس عشان مفيش جماهير، ولو بنتكلم على ترانسفير ماركت فانت يا دوبك لسه فرقه حديثه العهد، فانت بره الصندوق ده ايه؟ يعني الانكم بتاعك بتجيبه ازاي؟ بص، اول حاجه هو احنا الاتحاد الكره الاماراتي لما انشا الدوري الدرجه الثالثه ودوري الدرجه الثانيه اتاح لينا ان القايمه بتاعتنا كلها تكون 30 لاعب اجنبي. فدي بالنسبه لنا فرصه كويسه جدا ان احنا نجيب ونستقطب لاعبين اجانب كتير. فالحمد لله الفريق بتاعنا كله جنسيات، معظمهم افارقه طبعا وفي مصريين، بس احنا هنا اداره السكاوتنج بتاعنا اشتغلت بشكل كويس قوي ان هي تقدر تجيب لنا لعيبه كواليتي كويسه يصعدونا لدوري الدرجه الثانيه ويخلونا في مرحله متقدمه، وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نستفيد منهم في نهايه السيزون عن طريق ان احنا نقدر نسوقهم بشكل كويس. مين لاعبين مصريين موجودين معاك دلوقتي؟ سوري، مين لاعبين مصريين موجودين معاك في الفريق دلوقتي؟ معانا لعيب مصري اسمه عمر هنيدي، كان بيلعب في النادي الاسماعيلي، باك رايت متميز جدا. عندنا حارس مرمى اسمه اسلام خالد، برضه حارس متميز جدا وعنده الكثير من العروض زيه زي عمر هنيدي. عندنا احمد مسعد كان بيلعب في انبي، عمر مسعد برضه حارس مرمى كان بيلعب في انبي لغايه الموسم اللي فات يعني. عندنا محمود النبدي كان بيلعب برضه في الاتحاد السكندري بس سنه صغير شويه. لعيبه كويسه ولعيبه متميزه واحنا شايفينهم بوتنشال للمستقبل يعني. بتتفاوض مع لاعبين مصريين اخرين في الوقت الحالي؟ والله هو احنا عرضنا في بدايه الموسم على نادي طلائع الجيش ونادي الاسماعيلي ان احنا ناخد منهم لاعبين على سبيل الاعاره، لاعبين اللي هم بيبقوا مواليد 2001، بس دايما الفكر في مصر بيبقى شويه مختلف يعني. موضوع سن ان 2001 مواليد 2001 يكون حتى الان اسمه لاعب ناشئ، دي مشكله كبيره جدا. الانديه بتبص دايما يعني بره فكره التطوير ان هو لا، لازم اللاعب يلعب دوري ناشئين علشان بيكون النادي دايما في سكينه في ظهره ان هو خايف من الراي العام او خايف من الجماهير بتاعته، ازاي فريق ناشئين يخسر من نادي تاني او كده. فما بيكونش عندهم فكره تطوير في مجالس الادارات، ودي بتبقى مشكله شويه في الاداره الرياضيه ان هو ما يكونش عندهم فكره تطوير لما بعد ذلك. يعني ايه اصلا الغرض من انشاء قطاع الناشئين؟ هو تجهيز لاعبين للفريق الاول. صحيح. لكن الكلام ده مش موجود تقريبا في معظم الانديه في مصر،
بيكون هو غرضه المنافسه على البطولات في مراحل الناشئين. مظبوط. وده اصطدمنا بيه لما طلبنا لاعبين على مستوى الاعاره يعني من لعيبه كويسه وما عرفناش ان احنا ناخدهم. عشان بس بينافسوا. بيكون عندنا سهوله شويه ان احنا نقدر ناخد اللعيبه دي الافارقه. لعيب الافارقه بيبقى لعيب متميز، عقليه كويسه، طبعا بيكون عنده حته اللغه بشكل شويه كويسه، وعنده عده او تعدد في اللغات، فده بيساعدنا جدا هنا هو في البيئه اللي احنا فيها في دبي، ان هو يقدر يساعدنا على الاهداف اللي احنا فيها. انت كنت لعبت مباريات وديه مع فرقه مصريه اعتقد صح؟ لعبنا في فترة الإعداد قدام مع بيراميدز، ولعبنا كان بيراميدز عامل معسكر هنا في فترة الإعداد ما قبل الدوري يعني، ولعبنا فريق بيراميدز. كان مباراة طبعا استفدنا منها فنيا وتسويقيا وبدنيا جدا، لأن التكيز جونياس الهيد كوتش ساعتها يعني طلب ان احنا نلعب 3 اشواط، كل شوط 45 دقيقه، الفاصل الزمني ما بين الشوط الثاني 7 دقائق بس، فهو كان عايز يعلى بالحمل شويه بتاع الفريق يعني، لان ده كان اخر يوم في المعسكر بتاعه، كان عنده ماتش في افريقيا بعدها مع تقريبا المريخ السوداني او الهلال السوداني حاجه زي كده. وبس احنا استفدنا يعني، لان احنا بنلعب فريق كبير زي بيراميدز يعني، السكواد بتاعه ما شاء الله مرعب يعني، عنده 22 لعيب على ليفل واحد، فعملنا مباريات وديه قويه قدام نادي الاهلي، نادي الاهلي دبي هنا، وطبعا لعبنا منتخب سوريا الاولمبي بقياده مارك فوتا الهولندي مارك فوتا، وعملنا مباريات وديه قويه قدرنا ان احنا تساعدنا في الدوري بتاعنا. الحمد لله كمان عندنا جهاز فني مصري خالص بيور مصري بقياده كابتن جيده، كابتن شريف القصاص، كابتن عبد الرحمن مجدي، كابتن عمرو حسين، كابتن طارق، كابتن هيثم محمود الخواجه ابن اسطوره نادي الزمالك، كابتن محمود الخواجه، وكابتن وائل فخري، ودكتور محمد منسي، كل دول مصريين. قدرنا ان احنا نعمل توليفه كويسه، قدرنا ان احنا نشتغل بيها من بدري، وخططنا كويس، اداره السكاوتنج ساعدتنا في لعيبه ان احنا نجيب لعيبه بكواليتي كويسه مع انتوا جهاز فني وطبي اداري على مستوى عالي جدا، قدرنا نعمل فتره عندكم يا اعداد استاذ كويسه محمد ساعدتنا على لونج تيرم. عندكم اداره سكاوتنج؟ طبعا معلش ده اهم حاجه في اداره معلش انا الانديه. اسف انا اسف ده اسقاط بس عشان احنا عندنا انديه كبيره ما عندهاش ادارات سكاوتنج يعني سكاوتنج يعني اداره كشافين يعني اللي بيبصوا على اللعيبه انا بس بقول للناس يعني اتفضل يا فندم كده مظبوط. هو الموضوع عندنا في مصر شويه مختلف، الهرم مقلوب، بيبقى عندنا دايما اداره للتعاقدات والتفاوض يعني مع لعيبه، لكن احنا العالم كله يعني، انا بدايه الموضوع خالص الحمد لله انا اخد كورسات كتير في الاداره الرياضيه، وروي كوستا رئيس نادي بنفيكا اول حاجه نصحني بيها ان انا لازم اعمل اداره السكاوتنج. طبعا نادي بنفيكا في حته تانية خالص طبعا بسبب اداره السكاوتنج او بسبب الاستراتيجي اللي ماشي عليها نادي بنفيكا اللي بيمثله طبعا نجم كبير زي روي ريكوست كوستا، طبعا ان اداره السكاوتنج دي هي تقريبا النادي كله، تقدر ان هي تكتشف مواهب في عده بلدان، سواء طبعا معظم المنجم كله بيكون في افريقيا، وبتكون ليها معايير معينه بنقدر ان احنا نتابع، او السكاوت بتوعنا بيقدروا يتابعوا اللاعب في عده مباريات سواء وديه او رسميه، بيقدر بيكون عندنا معايير السن والبوزيشن وكل حاجه يعني، بيكون ممتاز في عده معايير بنقدر ممتاز نشتغل عليها عشان نقدر في الاخر نطلع لاعب نقدر نقول ان اللاعب ده هنستفيد هاي منه على اللونج تيرم. ان شاء الله استاذ محمد بغدادي المصري رئيس نادي رويال الاماراتي الصاعد حديثا لدوري الدرجه الثانيه في الامارات حاجه فخر كبير جدا حاجه مشرفه جدا انا حقيقي بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله نشوف نادي رويال الاماراتي بيلعب في دوري ممتاز الاماراتي في او دوري المحترفين الاماراتي في المستقبل القريب حاجه حلوه ما دي برضو من النماذج العظيمه يعني النماذج اللي نفخر بيها يعني راجل من بسيط يعني مش بسيط يعني اقول انه بسيط لا اقصد يعني مش اسم كبير مثلا في عالم الرياضه يعني راجل عادي زينا كلنا راح فكر في فكره عمل نادي في الامارات قال لك طب يلا نستثمر طب يلا نحاول ننافس حاجه نموذج عظيم